ويا هلا يا هلا يا هلا. موضوعنا اليوم في فقرة الجمعية عن الأكلات الشتوية والسعرات الحرارية لها. وبعد ما خلص فقرة اليوم اللي عنده كم أكلة شتوية كذي بعد ما تطرقنا لها، خلي يذكر لي بالدايركت سناب عشان اتطرق لها بالحلقات الجاية. قسم الطوالي الحبة الواحدة في 70 إلى 80 سعرة حرارية. أنا أعطي مراجعيني بين حبتين لثلاث مع كوب حليب حار، يا سلام، وهيل وزعفران بعد. بخصم اللي بهذا الشكل، فالحبة الواحدة فيها بين 60 إلى 70 سعرة حرارية. ويا جماعة إذا بتخمسونه مع الحليب، حليب لازم يكون قليل الدسم ومحلى بستيفيا. اللي بيحلي يحلي بستيفيا، ما تحطون سكر أبيض وما يكون كامل الدسم. حلويات شتوية اللي مثل هذه تأخذون منها 5 حبات أو أقل. طبعا الحبة تكون صغيرة، بس 5 كحد أقصى، أقل أوكي أكثر لا، مع حليب مع شاي كيفك. يسألوني عن المعمول، عادي ناكل معمول؟ يا جماعة عادي تاكل معمول. المعمول سعراته الحرارية حسب الحجم، اكو حجم صغير او ميني، السعرات تقريبا 90 سعرة حرارية للحبة، اما الحجم الكبير ف 130 سعرة حرارية للحبة. التمر تاكلون منه 3 حبات، الحبة الواحدة فيها 35 سعرة حرارية، بس نسبة السكر فيها مرتفعة، عشان كذي ما اقدر اخليك تاخذ راحتك فيه. المنتج بالكويت احنا نسميه لسان الثور. لسان الثور الحبة الواحدة فيها 75 سعرة حرارية. البسكوت مشهور عندنا بالزوارات وباليمعات، وايضا ينحط بالشتاء بالخيام والكشتات. السعرات الحرارية للحبة الواحدة 95 سعرة حرارية، واسم البسكوت المصري. استنى فيها بين 30 إلى 40 سعرة حرارية للحبة حسب الحجم طبعا، وتعتبر من اكثر الاكلات الشتوية الصحية. بالكم على عيالكم من أكلات الكريسمس، خصوصا فصل الكريسمس، يعني بتشوفون وايد أكلات مثل كريسمس تري أو هذا البيت مثلا. وايد ألوان، وايد أصباغ، وايد دهون، وايد كريمة، يعني كل هذا مو زينة حق كبار، فما بالك الصغار. يعني جسم الياهل بيتشبع من السكريات ومن الدهون بشغلة ما تملي العين أصلا، ما تشبع، وما بالك إذا كانت كمية كبيرة. فلا تضر طفلك على بنا الشكل حلو.